الاختيار ديالي المنتخب الوطني صراحه جاء عن محض الصدفه. كنا لاعبين مقابله وديه مع المنتخب الوطني، تما كانت تسلطوا عليا الاضواء مع ناحيه الطاقم التقني المنتخب الوطني. اول مشاركه اخ ايوب كانت الالتحاق ديالي بمعسكر اللي ماشي بزاف دابا، قول دابا شي قلت شي 7 شهور هيدا كانوا عيطونا اول مره غادي يعملوا لنا تيست باش غادي يختبرونا ويدوزونا في باش يشوفوا يعني واش انتينا لاعب منتخب الوطني من ناحيه فيزيكمو وتكتيكيا بزاف ديال الحاجات. فالحمد لله كانت الامور مزيانه. الاحساس ديالي الصراحه ما كيتوصفش، ان ديالك منتخب الوطني راه ماشي سهله لاي واحد كيتمناها، والحمد لله انا فرحان بزاف بزاف وكنخدم بزاف باش ان نكون في واحد النيفو ديال المنتخب الوطني. ومن خلال المعسكرات كان عندنا واحد المشاركه في بولندا اللي صراحه احتلنا فيها المركز الثالث بمشقه، واول تجربه كانت لي خارج ارض الوطن اللي صراحه واعره بزاف. الحمد لله احتلنا فيها المركز الثالث وسجلت 4 ديال الاهداف، والصراحه النتيجه اللي حققنا راه ماشي بالسهل، كاينه موراها جنود خفاء اللي هو الطاقم التقني من المدرب من المعد البدني من الجامعه الملكيه من ذوي الاحتياجات الخاصه اللي كتحاول وفرنا جميع الماديات باش ان نكونوا في احسن حله. فالحمد لله هما كيقدموا هاد المجهودات هادو، حنا ما غاديش نبخلوا عليهم، غادي نعطيو كل ما عندنا باش حنا نبينوهم في الصوره. كنشكر طنجاوا كامل اللي الصراحه كيشجعوني واللي كيشجعوا الدراري اللي في المنتخب الوطني كاملين، وكنتمنى ان شاء الله نكونوا عند حسن الظن ديالهم وحسن الظن ديال المغاربه كاملين ان شاء الله يا ربي. الحمد لله يعني جد سعيد بانني تخترت من 15 لاعب اللي غيمشيو لكوب دي موند ان شاء الله في تركيا، من طرف الناخب الوطني فؤاد عسو والمعد البدني عثمان النجمي، والحمد لله كنتمنوا من الله انه يوفقنا ونحققوا ان شاء الله شي نتيجه ايجابيه في كاس العالم. النهار اللي عيطوا لي المنتخب الوطني الصراحه كنت فرحان بزاف، حيت اول مره يعني استدعيك من بعد اول بطوله كانت عندنا، كنظن وقيلا في العام اللي فات تقريبا. الحمد لله دوزت بزاف ديال الكونسونطراسيون مع المنتخب وتخطات ان شاء الله باش نمثل المغرب. وصراحة يعني كلشي كان فرحه بالنسبه لي، لانني غنمثل مدينه طنجة ان شاء الله احسن تمثيل، وغادي نشرف ان شاء الله بالعائله ديالي والاصدقاء ديالي كاملين بهم. الشعور لا يوصف الصراحه، كنت كنحلم ملي تكون المنتخب الوطني، كنت نستعد ونطمح باش نكون من اختيارات المدرب. الحلم ديالي يكون في لاعب المنتخب الوطني، والحمد لله تحقق قبل ما تخرج اللائحه النهائيه ضد المنتخب. كانوا بزاف الاستعدادات والحمد لله وفقني الله وكنت من محظوظين في هذه اللائحه النهائيه. وهاد الفرحه ما كانتش ديالي، كانت بسند العائله ديالي والاصدقاء. ومن هذا المنبر كنشكر مدرب المنتخب ومعد بدني والستاف كاملين، كنتمنى نكونوا حسن الظن ديال الستاف وكل المغاربه ان شاء الله في الكوب دو موند. انا جد سعيد باش نكون على راس هذه المجموعه اللي الحمد لله يعني هاد الوداد عبروا على واحد المستوى عالي، وبفضل المشاركه ديالنا اول مشاركه في البطوله الوطنيه ظهرنا بواحد وجه مشرف واحتلينا الوصافه ديال البطوله وديال كاس العرش في نفس الوقت، واللي خول الناخب الوطني باش يختار واحد ثلاثه العناصر من الفريق اللي كيمثلوا بطبيعه الحال
كيبتلو الفريق وكيبتلو جهة الشمال لأن هذا هو الفريق الوحيد في الجهة، ونتمنى لهم حد سعيد وخا يعني بإمكانيات محدودة ذاتية. الحمد لله المسيرة موفقة للجميع والخير قدام إن شاء الله. والرسالة اللي نجه للدراري اللي مشاو المنتخب باش يشرفونا بأحسن تشريف ويدافعوا على الدرابو ديال 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 البلاد، فهما كيمثلونا في المغرب كامل، غادي يكون في تركيا إن شاء الله، ونتمنى لهم حظ سعيد ولي اليقين باش تكون عندنا كلمة إن شاء الله في كأس العالم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.